صباحكم ذكر لله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: يا حذيفة، إني أخشى أن أكون منافقا. فقال له حذيفة: أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: نعم. قال: اذهب، فما جعلك الله منافقا. خلونا نجرب اليوم، يكون الاستغفار أكثر من كلامنا، يكون شغلنا الشاغل. استغفر الله، حنشوف أشياء عجيبة في يومنا. بما أنه الاستغفار يذهب الذنوب ويحقق الأماني، إلا أنه كمان يزيدنا طاقة، وأنا كاتبها طاقة الاستغفار. في آية في سورة هود تدل على ذلك: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم. يلا الآن وانت رايح الدوام، وانت رايح الدوام استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه. أتمنى الجميع يشارك معنا هذه التجربة، وإن شاء الله تكون تجربة طول الحياة وتكون قاعدة يومية في حياتنا. لا أحد يقول أنا عندي ذنوب، كلنا عندنا ذنوب، الاستغفار يذهب هذا الذنوب إن شاء الله. أخيرا عشان تشعر بالفرق وآثار الاستغفار، لازم يكون شغلك الشاغل، مو تستغفر فترة كذا وخلاص، همك اليوم الاستغفار، استغفر الله وتوب إليه. جرب شوف. خلونا نكون عمليين، اللي جرب حيشعر بالفرق غصبا عنه، حيشعر بالبركة، لو كان عاصي حيشعر بالبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. يرسل لي على الخاص بإيش شعر نهاية اليوم، في نهاية اليوم يرسل لي على الخاص بإيش شعر، على الأقل يعني الأشياء اللي شافها في يوم من شراح الصدر وكذا، وأنا أرسلها للناس عشان تكون بذرة خير له وليا بإذن الله سبحانه وتعالى.